بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم فوفى ووفى. أما بعد، ففي المملكة المغربية بلد العلم والعلماء تتوالى ورش إصلاح الحقل الديني، بدءاً ببرنامج تأهيلي هادف، وذلك في إطار خطة ميثاق العلماء التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها سنة 2009 أجل، وفي إطار منظومة منسجمة تؤطرها قواعد موحدة لتحقيق الطمأنينة الروحية للمغاربة، ما زالت برامج تأهيل أئمة وخطباء المساجد مستمرة تسهر على تنفيذها، مشكورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. وفي هذا الفيديو سنشرح بإذن الله متطلبات نيل شهادة التأهيل التي تؤهل القيمين الدينيين الجدد إلى ممارسة الإمامة أو الخطابة أو الأذان، وهذا ما يصطلح عليه بالتعيين. فما التعيين؟ التعيين هو وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بهذه الوظيفة من مؤهلات وكفاءات. وبعبارة أخرى مفهمة، التعيين هو العمل الذي يتم بموجبه انتقاء أفضل وأنسب المتقدمين لشغل مساجد خالية في جميع أنحاء المملكة المغربية. وهذا الانتقاء والاختيار يجب أن يكون على أساس موضوعي وعادل، وفي ضوء شروط ومواصفات معينة مطلوب توافرها في القيمين الدينيين. من أجل هذا قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية عام 2021 استحداث شهادة التأهيل، وذلك من خلال إصدار المذكرة التالية. ما اسم هذه المذكرة؟ هذه المذكرة جاءت تحت مسمى المسطرة الجديدة لتنظيم اختبارات شهادات التأهيل لممارسة الإمامة أو الخطابة أو الأذان. ما جهة إصدارها؟ هذه المسطرة أصدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. ما رقم هذه المذكرة؟ رقمها 4/2021. ما تاريخ إصدار المذكرة؟ 26/3/2021. من المعنيون بتطبيق التدابير المواكبة لهذه المذكرة؟ المعنيون جهتان: السادة مندوبو الشؤون الإسلامية، والسادة رؤساء المجالس العلمية المحلية. ما دور هؤلاء المعنيين؟ دورهم
الاطلاع على المذكرة والتنسيق لتنفيذ بنودها على أرض الواقع. كيف يتم تطبيق هذه التعليمات والتوجيهات الجديدة؟ يتم تفعيلها وتطبيقها عبر 11 إجراءً. ما هذه الإجراءات؟ الإجراء الأول حصر المساجد الشاغرة، الإجراء الثاني التكليف المؤقت، الإجراء الثالث تبادل المعلومات، الإجراء الرابع جمع الملف، الإجراء الخامس المصادقة، الإجراء السادس التوقيع والاعتماد، الإجراء السابع تسليم قرارات التكليف، الإجراء الثامن شروط الاستقالة، الإجراء التاسع إيقاف العمل بشهادة التزكية، الإجراء العاشر الفئات المستثناة، الإجراء الحادي عشر معالجة الطلبات القديمة. كيف نستطيع إفهام القيم الديني هذه الإجراءات؟ شروحات هذه الإجراءات يمكن تبسيطها في الآتي: الإجراء الأول يتكون من نقطتين، الأولى حصر المساجد الشاغرة، الثانية موافاة الإدارة المعنية بنسخة منها. كيف ذلك؟ بأن يقوم مندوب الشؤون الإسلامية بحصر وإعداد قائمة بأسماء المساجد الشاغرة ذات التوصيف الآتي: ألف، أن يستوفي هذه المساجد، أن تستوفي هذه المساجد الشروط المعلومة لدى وزارة الأوقاف. ب، أن تتوافر هذه المساجد على مناصب شاغرة. جيم، أن تحتاج هذه المساجد إلى أئمة أو خطباء أو مؤذنين. وبعد حصر المندوب للمساجد الشاغرة يقوم برفع كشف شامل بأسمائها إلى مديرية تدبير القيمين الدينيين. الإجراء الثاني يتكون من نقطتين، الأولى التكليف المؤقت، الثانية آلية معالجة تعطيل إقامة الشعائر الدينية. كيف ذلك؟ بأن يتحمل مندوب الشؤون الإسلامية عند الضرورة مسؤولية تكليف قيمين دينيين مؤقتين حتى لا تبقى المساجد معطلة أثناء سريان عملية اختيار المجلس العلمي المحلي للقيم الديني الذي سوف يجتاز الاختبارات بنجاح. الإجراء الثالث تبادل المعلومات بسرعة وسلاسة بين السادة مندوبي الشؤون الإسلامية والسادة رؤساء المجالس العلمية المحلية. كيف ذلك؟ بأن يوافي ويزود المندوب المجلس العلمي بكل المعطيات والمعلومات وملفات المرشحين قبل مباشرة مسطرة اختبار شهادة التأهيل. الإجراء الرابع إعداد وجمع ملف القيم الديني والمكون من ثلاث وثائق: ألف بطاقة التعريف الوطنية، ب سجل عدلي حديث العهد، جيم شهادة التأهيل. وذلك بأن يعد مندوب الشؤون الإسلامية
ملفاً خاصاً بكل قيم ديني أعلن عن تأهيله لمزاولة المهمة، ولا يجمع هذا الملف إلا بعد اجتياز المترشح لأربع مراحل. المرحلة الأولى دخول القيم الديني لمباراة الاختبار الكتابي الموحد. المرحلة الثانية التداول في شأن القيم الديني من خلال إخضاعه للاختبار الشفهي. المرحلة الثالثة إعلان المجلس العلمي المحلي عن أسماء ونتائج القيمين الدينيين الناجحين. المرحلة الرابعة استطلاع الوزارة رأي الجهات المعنية بإصدار الموافقات اللازمة. أما الإجراء الخامس فيتكون من المصادقة على طلب التكليف. كيف ذلك؟ بأن يقوم مندوب الشؤون الإسلامية بإدراج طلب تكليف القيم الديني المعني بالأمر في البرنامج المعلوماتي الخاص بالقيمين الدينيين للمصادقة عليه من طرف الإدارة المركزية وفق النظام المعتاد عليه في هذا الخصوص. الإجراء السادس يتضمن آليتين: الأولى توقيع المندوب على قرار التكليف، الثانية اعتماد المراقب المحلي لقرار التكليف. كيف ذلك؟ بأن يوقع مندوب الشؤون الإسلامية تفويضاً على قرار تكليف القيم الديني ويعرضه على تأشيرة المراقب المحلي المعني مشفوعاً بالوثائق الثلاث، وهي بطاقة التعريف الوطنية، السجل العدلي، شهادة التأهيل. الإجراء السابع تسليم قرارات التكليف. كيف ذلك؟ بأن يسلم مندوب الشؤون الإسلامية نسخة من قرار التكليف المؤشر عليه للقيم الديني المعني استعداداً لمباشرة عمله بالمسجد الشاغر. الإجراء الثامن توجيه القيم الديني نحو الممارسة الأمثل عند رغبته في تقديم الاستقالة. كيف ذلك؟ بأن يشعر مندوب الشؤون الإسلامية القيمين الدينيين المكلفين، يشعرهم بماذا؟ بضرورة الالتزام مستقبلاً بالآتي: ألف، في حال رغبة القيم الديني في التنازل أو التخلي عن المهام المكلف بها. ب، يقوم القيم الديني قبل شهر على الأقل من مغادرته المسجد بتوجيه طلب الاستقالة إلى مندوب الشؤون الإسلامية التابع له، وذلك حفاظاً على انتظام الشعائر الإسلامية. الإجراء التاسع إيقاف العمل بالمساطر القديمة في منح شهادة التزكية للقيمين الدينيين، وذلك بتوجيهات من وزارة الأوقاف إلى السادة مندوبي الشؤون الإسلامية بتوقيف إتمام المساطر التي كان يعمل بها قبل صدور هذه المذكرة الجديدة. من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. الإجراء العاشر الفئات المستثناة من شهادة التأهيل. ذلكم أن هذه المذكرة الجديدة تنص على ثلاث فئات فقط، وهم السادة الأئمة والسادة الخطباء
والسادة المؤذنون، أما باقي القيمين الدينيين فالعمل جار في تكليفهم وفقاً للمسطرة القديمة المنصوص عليها بمذكرة الوزارة تحت رقم 61 والصادرة سابقاً بتاريخ 20 مايو 2009 في شأن تعيين القيمين الدينيين بالمساجد. الإجراء 11 حصر الطلبات القديمة للقيمين الدينيين الذين لم يستفيدوا من المكافآت الشهرية قصد المعالجة. كيف ذلك؟ بأن يبادر مندوب الشؤون الإسلامية بعمل الآتي: ألف حصر قائمة مع ذكر الأسباب بأسماء القيمين الدينيين الذين تعذرت تسوية وضعياتهم قبل صدور المذكرة الجديدة من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، شريطة أن يكونوا على رأس عملهم وما زالوا يزاولون مهامهم بالمساجد. ب رفع القائمة المرصودة إلى مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين من أجل دراستها ومعالجتها. وبهذا أيها السادة الأئمة والخطباء والمؤذنون انتهت المسطرة الجديدة لتنظيم اختبارات شهادات التأهيل، وإليكم بعض النتائج المستفادة. النتيجة الأولى: المذكرة الجديدة التي استفضنا في شرح بنودها تلغي جميع التدابير المنافية الواردة بالمذكرات السابقة. النتيجة الثانية: جميع الإجراءات والعمليات من اختصاص السادة مندوبي الشؤون الإسلامية، باستثناء حيثيات الاختبارات الكتابية والشفهية فقد أسندتها الوزارة إلى السادة رؤساء المجالس العلمية المحلية. النتيجة الثالثة: الهدف الرئيس من شهادة التأهيل إسناد مهام الإمامة والخطابة إلى المتصفين بالعلم والورع والمعروفين بالصلاح والاستقامة والمشهود لهم بحسن الالتزام والعارفين بأحوال الناس وواقعهم والواعين بما يدفع المفاسد ويجلب المصالح الدينية والدنيوية. النتيجة الرابعة: البطاقة التقنية الخاصة بمباراة شهادة التأهيل تفيد أن الاختبارات الكتابية تشمل فقه العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة، أما الاختبارات الشفهية فتركز على ما يثبت حفظ القرآن الكريم وحسن الأداء. النتيجة الخامسة: القيم الديني الجديد الذي يرغب في الالتحاق بأي مسجد شاغر يخضع للامتحان الموحد، وبعد نجاحه واستيفائه جميع الشروط توضع شهادة التأهيل تلقائياً في ملفه. النتيجة السادسة: القيمون الدينيون المباشرون لعملهم والمتمتعون بشهادة التزكية يمكن تصنيفهم إلى فئتين: الفئة الأولى الراغبون في الانتقال إلى مسجد شاغر، وهؤلاء تسري عليهم جميع الشروط المتقدمة لنيل شهادة التأهيل إلا من استثناه السيد مندوب الشؤون الإسلامية
لاعتبارات علمية أو عملية. الفئة الثانية غير الراغبين في الانتقال إلى مسجد شاغر، وهؤلاء لا تسري عليهم الشروط المتقدمة، وبالتالي فهم في مساجدهم مباشرون لأعمالهم دون أي اختبار. وأخيراً أيها السادة الأئمة والخطباء، فإن الشكر موصول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على اعتمادها مفاهيم جديدة تغطية للاحتياجات، وعلى تدبيرها للحقل الديني بأفضل الممارسات، وعلى تعزيز برامجه بأرقى الوسائل والأدوات، وعلى قياس التغيرات وفقاً لأحدث البيانات، ومواكبة التطور الحضاري باستحداث أفضل الاستراتيجيات، وتلمس مواضع التحسين وتصميم أنجح المبادرات، واستقطاب أفضل الكفاءات من أصحاب الخبرات والمهارات، وعلى تطوير أداء القيمين الدينيين من مختلف الفئات.